الحقيقة أنا ما كنتش هبعت، مش عارفة هيوصل لك ولا لأ. أنا بكتب لك عشان أقولك إني اتلخبطت لما سمعت صوتك جايلي من بعيد. منكرش إن أنا فرحت، بس كمان اتلخبطت، ولسه نفس الأسئلة هي هي ولسه ما تجاوبش عليها. لحد إمتى؟ لأ فعلا لحد إمتى؟ ده سؤال عادي من غير أي عواطف، سؤال بنت لابن عمتها اللي تربوا مع بعض سوا. آخرتها إيه؟ إيه اللي بيحركك عشان تعمل كل اللي أنت بتعمله ده؟ مين عدوك يا ابن عمتي؟ مش معقول نكون إحنا أكتر ناس بنحبك، ومش معقول يكون العالم كله. إزاي تعمل كده؟ إزاي؟ أنا متأكدة إن المشكلة عندك أنت مش عند أي حد تاني. جرب ترد مرة واحدة على سؤال واحد من اللي أنا بسألهم لك. أنت بتجري ورا مصير مسلم، أنت بتجري ورا مصير مرعب، مرعب بجد. مش بس مرعب ليك، لأ، لكل اللي ليهم صلة بيك، لأمك وأبوك وأخواتك. وأنا وعشان ضميري يبقى مرتاح، عايز أقولك إن أنت بتخاطر حتى باللي بعد الموت، لأنك جايز قوي تكون غلطان يا أخي. جايز تكون من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. لسه في أمل ولسه في خيط، ولسه في بينا سؤال، والمرة دي قدرت أطلعه من جوايا. موت عصام أخويا ليك أي دخل بيه؟ قولي الحقيقة حتى لو كانت صعبة. ربنا يهديك ويهدينا. ما عنديش كلام تاني أقوله لك يا باشمهندس. سلام. لا، باي. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.